ننتقل هلأ مع زميلتنا ليا عادل معماري من أرمينيا حتى تحكينا عن اللقاء الثاني لشبيبة الأرمال الكاثوليك في مخيم كاردينال أجاجانيون في تورو الشمال أرمينيا. اشتقنا لك يا ليا، فقدين لك صباح هون. الخير كريستين، وانا كمان اشتقت لكم واشتقت لكل فريق عمل لنور معنا. ميرسي على هالوقفه اليوم اللي عم تطلعوا فيها من ارمينيا عبر سكايب. طبعا احنا عم نواكب لليوم الثالث على التوالي لقاء الشبيبه الثاني يلي بضم ابناء كنيسه الارمن الكاثوليك، خصوصا الشبان والشابات يلي توافدوا من دول الوطن والانتشار حتى يلتقموا تحت عنوان لا تخافي يا مريم. وهيدا الشيء طبعا كريستي مثل ما بتعرفي تتمه لهاللقاء العالمي اللي بدها تشهده بنما بالعام 2019 يلي دعا له قداسه الاب الاقدس بابا فرانسيس. نحن موجودين مثل ما ذكرتي صحيح كريستين بمخيم الكاردينال اغا جانيان في قريه توروس شمال ارمينيا، ومعي مباشره كمان عبر السكايب المونسنيور كارنيك هوسيبيان يلي هو اليوم فينا نقول دينامو هيدا اللقاء تيخبرنا كمان اكثر عبر تيل لوميير عن اهميه انعقاده. مونسنيور صباح الخير من بونجور ارمينيا. بونجور بونجور لكم وسهلا فيكم. مونسنيور، اليوم عم تشهد أرمينيا طبعا هيدا الحدث يلي بضم أكثر من 260 شاب وصبية، شو تعليقك اليوم عبر تيل لوميير لهالقراءة الأولية للقاء؟ أكيد بداية بحب أشكر قناة تيل لوميير على هالتغطية الحلوة والجميلة اللي عم نقوم فيها، يعطيكم ألف عافية. أكيد نحن الشباب أجوا من كل أنحاء العالم، تقريبا في عنا 12 دولة، وهدفنا خاصة حتى نخلي الشبيبة الأرمن الكاثوليك يتواصل ويكون في تواصل بين الأرمن الانتشار مع أرمينيا الأم. هدف من أهداف المخيم. وتاني شيء كمان نحن حابين كثير نحن نقول لشبيبة اليوم مثل ما في الكتاب المقدس مذكور على مدى أيام سنة 365 يوم، لا تخاف لا تخاف لا تخاف. على مدى 365 يوم لا تخاف، كل يوم لما الشاب لازم فيه يتذكر هالجملة لا تخاف. ونحن كمان اخترنا النص القداس للبابا لهالسنة لا تخافي يا مريم، وحطينا شعار هالمخيم لا تخاف يا أيها القطيع الصغير، لأن ربنا دائما هو معنا. شكرا لك مونسنيور كارنيك. بدي اقول شغله قبل ما كمان ما نتوقف مع المسؤول الاعلامي اليوم كمان يلي عم بيساعدنا بنقل هالافكار بالصوت والصوره ابن مدينه القامشلي السوريه، انه شبيبه سوريا وشبيبه لبنان وكل الشبيب اليوم من امريكا ومن ميدان الانتشار. الحلو انه المعذب الموضوع لما سالناهم شو شعوركم لما جيتوا على وطنكم الام، كان الجواب هو يلخص بعبارتين، انه الحلم تحول لحقيقه. ولما توجهنا بالسؤال لسيدنا رفائيل ميناسيان اللي هو رئيس الثقافه الارمن كاثوليك بأرمينيا وجورجيا وروسيا وأوروبا الشرقية، قال هو الحلم متبادل بين الشبيبة وبين الكنيسة. نحن كنا متشوقين تتجي شبيبة هالكنيسة تتعرف على أرمينيا الأم عوضا عن مشاهدتها عبر الصور وشاشات التلفزي والإنترنت. اليوم شافوا أرمينيا يلي عانت من مجازر سنة 1915. كمان معنا ابن مدينة وزلازل وإلى ما هنالك من عوامل طبيعية. رح نشوف رافي السايغ يلي بمدينة القامشلي السورية كمان معنا كريستين تيحكي أكثر عن هالشبيبة، كيف نسى وكيف وصلوا على أرمينيا وشو شعورهم لما شافوا أرمينيا لأول مرة وهي أرض أبائهم وأجدادهم. رافي يعطيكم العافية. بونجور ليا وبونجور لكل المشاهدين عبر شاشة تيل لوميير ونورسات. نعم، تيل لوميير ونورسات اللي كانت دائما معنا بنقل الصوت لكل العالم، وهي اليوم من جديد عم بتشاركنا هالفرحة، فرحة لقاء الشبيبة. نعم، طبعا ليا اليوم شيء كتير مهم انه كشبيبة نجتمع، وخصوصي انه اليوم نحن جايين من سوريا ومن لبنان كوننا ناطقين باللغه العربيه، واليوم هاي مناسبه جديده لحتى ناكد على دور الشباب بالمجتمع وايضا دور الشباب المهم بالكنيسه. اليوم هذا اللقاء هو مناسبه للشبيبه تعيد اكتشاف دوره بهذا اللقاء. طبعا المشاعر هي كبيره، خصوصا انه نحن اليوم عم نجي من سوريا المتألمة من الحرب، ولكن كما كنا شهود على قيامة شعبنا الأرمني من أكثر من 100 عام، اليوم عم نشهد من جديد لقيامة سوريا ولقيامتنا كأرمن بنفس الوقت. نعم،
شكرا لك، ميرسي. شكرا لك رافي. كريستين، بدي اشير لشغله اساسيه، انه في علاقات كثير وطيده بتربط بين ارمينيا وبين سوريا، وهذا الشيء شدد عليه السفير السوري طبعا بجمهوريه ارمينيا، انه هالعلاقات تعود الى ما قبل المجازر يلي ارتكبتها السلطنه العثمانيه سنه 1915. وعدد ابناء الجاليه السوريه تحديدا بارمينيا 10,000 سوري من اصل ارمني، جميل. البعض منهم طبعا هاجر لبعض الدول، والبعض الاخر لاوروبا الشرقيه، والبعض لا يزال موجود بارمينيا. والحلو كمان بالموضوع انه الحكومه الارمنيه او الدوله بشكل عام لم تعامل اللاجئ السوري بحيلا معامله، عاملته كانه ابن هيدا البلد، وقدمت له كل المساعده وكل المسانده. كمان بدي حتى منشوف اليوم كمان الناطقين باللغة العربية، يعني بدي أعرف منك شوي بأجواء، شو أجواء هالشبيبة اللي عم يتعرفوا على أرضهم الأم لأول مرة، يعني شو هالحضارات الممتزجة بين الحضارة العربية والأرمنية؟ يعني هل نعم الانفتاح هو له دور أساسي هلأ كمان بهذا الإطار؟ نعم الحلو لحلخص الحلو بهذا اللقاء، انه اليوم عم يضيء، هو الجسر يلي عم يضيء بين الوطن والانتشار. نعم اليوم الشبيبه يلي جايه من امريكا، اول سؤال سالته لمطران امريكا ميكاييل موراديان، قالت له نحن شو رايحين نعمل بارمينيا؟ شو ممكن، شو بتختلف ارمينيا عن امريكا؟ صحيح. نفس السؤال سالوه غير شبيبه، شو بتختلف مثلا ارمينيا عن لبنان؟ شو بتختلف ارمينيا عن سوريا؟ كان الجواب واضح، قال لهم انه بس تصيروا بارمينيا رح تعرفوا ارمينيا شو بتعني لنا كابناء كنيسه ارمن كاثوليك. للوهله الاولى لما وصلت الشبيبه على مطار يرفان الدولي بارمينيا، ومجرد ما وصلت يعني تنفست او تنشقت روح الاباء والاجداد. فطبيعي اليوم صحيح ما بيحكوا اللغه العربيه، بيحكوا اللغه الارمنيه، يعني حتى اللي عايشين بين بامريكا بعضهم هلا بيحكوا عم بيحكوا اللغه الارمنيه. بين بعضهم الاكثريه بتحدثوا باللغه الارمنيه، حتى الاشخاص يلي ما بيتقنوا اللغه الارمنيه عم بيكون في مترجمين عم يترجموا لهم كل شيء باللغه الارمنيه، حتى على الاقل يبقوا متمسكين بلغه وطنهم الام ارمينيا. صحيح. وتأثروا لما عملوا جولة بأرجاء مدينة غومري بأرمينيا يوم أمس، وشافوا هالمعالم التراثية، وشافوا أرمينيا يلي نهضت من استقلالها، وهيدي السنة هي المئوية على عناية استقلال أرمينيا، قديش تأثروا فعلا. العيون كانت عم تدمي، القلب كان كتير متأثر. هيدي أرمينيا، يعني كلنا قالوا يا ريت فينا نبقى هون وما نرجع حتى على ديارنا، لأنه هيدا تراب الوطن يلي هو غالي على قلوب الكل. طبعا طبعا. اليوم جولتك كيف رح تتابع عليها؟ بعرف انتم باقيين ان الله رد لاخر الاسبوع، وبترجعي لنا ان الله رد جمعه الجاي، خبرينا شوي عن المحطات الابرز اللي حتسلكها الشبيبه خلال هذا الاسبوع. كريستين، نشاطات هذا اللقاء طبعا هي محاضرات روحيه، احاديث روحيه، جولات حج في كل انحاء ارمينيا للتعرف مثل ما قلت لك على كنائس واديره ارمينيا، على المعالم التراثيه بارمينيا، ويشوفوا كيف ارمينيا انه بعد ما نالت استقلالها هي بلشت تصنع نفسها بنفسها، وتقدر تسعى وراء الازدهار وراء هالتقدم يلي عم تعيشه اليوم ولو انه كان بشكل بطيء. فاليوم بهيدا النهار نحن هلا عم نطل في عبر السكايب في محاضره كانت عم تصير مع مسؤول الشبيبه بالكرسي الرسولي الاب جوا، يلي اتى خصيصا تيحكي عن دور الشبيبه، خصوصا اللقاء اللي بده يصير بالعام 2019، كان المحاضره عن رساله الاب الاقدس بابا فرانسيس. هلا عم نشوف بعد شوي محاضره عن الانتماء والهويه، لانه هيدي اسئله اليوم تثير قلق الشبيبه بعالمنا طبعا المعاصر، خصوصا بظل التحديات. بعد منا في نشاطات ثقافيه، نشاطات روحيه عم يعملوها الشبيبه، كل ابرشيه جايه منا شبيبه عم يحاولوا يبرزوا تراثهم يلي هن بينتموا له، حتى يقدروا يجمعوا كل هالنشاطات بنشاط واحد يسطر التراث الفكري الفني الأرمني. هيدي هي محاضرات، نشاطات، الشبيبة عم تجتمع مع بعضها، عم يطرحوا همومهم، حتى عم يحاولوا يعملوا توصيات بين بعضهم حتى يوصلوا لنتيجة، ما هي يعني شو تمخط، شو هي الزوادي الروحية يلي رشحت عن هيدا اللقاء يلي بيستمر ل 28 الشهر. طبعا يعطيك ألف عافية، تحية لك، وتحية طبعا لشرب اللي كمان عم بيواكبنا بهذه الصورة الحلوة. نحن متابعين معك بكل التقارير، ورح نشوف أكيد لحظة بلحظة كل الأخبار اللي حتوردنا من عندك من أرمينيا، من خلال من مورنينج شو أو بنشراتنا على أكيد سوشيال ميديا. شكرا لك الزميلة ليا عادل معماري على اللقاء المباشر. نحن بنروح نحن وياكم مباشرة كمان لحتى نشوف تقرير من أرمينيا. من
أمامي كاتدرائية الشهداء القديسين للأرمن الكاثوليك في مدينة جومري الأرمنية أطلت شبيبة سوريا في حوار حصري مع تيلي لوميار لتعبر عن غبطتها وتأثرها لوجودها في وطنها الأم، واصفة هذا اللقاء بالحلم الذي تحول إلى حقيقة. وعن السؤال لماذا كانت الزيارة هي بمثابة الحلم، أجابت الشبيبة بلغة مؤثرة قائلة: نحن تعرفنا عليها بس بالصور، بس دايما الواقع غير شكل، يعني انه العالم هون كتير طيبة تشبه هالقامشلي وكذا، ويعني ما حسينا حالنا غربة، العالم كتير بسطاء. وأضافت الشبيبة: كل شيء في لقاء الشبيبة في أرمينيا يعانق الدولة الأم، بدءا من اللغة مرورا بالتراث والفكر وصولا إلى التعارف بين شبيبة الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية الوافدة من بلاد الوطن ودول الانتشار. كل شيء يحكي أسطورة هذا البلد النابض بالقيم والصمود والإيمان. وكأول مرة واحد بيحس أنه فعلا إحساس أنه عن جد روح أجدودنا فعلا هي عم تعيش معنا هلا، فإحساس كتير حلو. أنا من سوريا، أنا جاية بسبب المذابح يلي صارت عنا بسبب النزوح يلي عملوه جدودنا، فأنا بصح لي فرصة تانية بجي وبشوف ال 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 الكنز يلي حصلوا عليه يلي هي أرض أرمينيا. وتمنت شبيبة سوريا أيضا أن ينعقد اللقاء الثالث على أرض سوريا، البلد المحب المضياف، بلد السلام والقداسة.